من غرب البلاد إلى شرقها، أين توفي يوم أمس رب عائلتي دايخ والعريوي من مشتت أو من مشتى ببلدية تيبرغنت ولاية ميلا ردما تحت أكوام حجارة جدار سقطت عليهما حينما كان يقومان ببعض الأشغال بمنزل عائلة العليوي الآيل للانهيار. الوضع المأساوي هذا جعل والي ميلا يأمر بمنح عائلة العليوي سكنا اجتماعيا، كما قرر رئيس بلدية تيبرغنت تحويل هذه العائلة بصورة عاجلة لسكن وظيفي يعود للبلدية قبل التحاقها بالسكن الجديد بانتظار قرار موازي لعائلة دايخ. سفيان بوعون والتفاصيل. لقينا الطوبه بعد كي واحد الطوبه قد شي ما حبيناش نتشاو لينا نهزو في الطوبه هكذا ساعتها الدرج ديالنا كي الدرج ساقس وحبس وحده كيحبس ورم شويه وسكرش كسر ومن بعد شويه هكذا عيطوا للواحد عيطوا لهم قالوا لهم اروحوا ديهم وحنا قاعدين نريبوا شويه هكذا بس كيما ريبنا بعد لقيناها جات حد درس عليه كامل هنا في خمسه. الحادث رحمه الله الذي سقط عليه هذا الحيط تاع الدار ومن بعد ما وصلت مصدر الكارثه راه اتصل بنا الوالي وعطانا امر استدير باه يكون في ندرجوه في القائمه تاع السكن 30 لوجمون اللي جايه ان شاء الله. وانا اليوم قررت قدامكم عندي لوجمون فونكسيون فارغه راح نطلعها من ثم ستان كان اكسبسيونيل نطلعها من ثم هضر بويسكي الحاله هذه اللي راهم فيها ربما يزيدوا يريحوا فيها راه توقع لنا كارثه خلف.